أو خلينا نتكلم عن الأحداث والفعاليات الفنية اللي شهدها وما زال بيشهدها مهرجان العالمين الجديدة. بينضم إلينا الآن عبر الهاتف الناقد الفني الأستاذ مصطفى كيلاني. أستاذ مصطفى أهلا بيك، كلنا بنرحب بيك أنا وميرفت وحبيبة على هذا الهاتف. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك وأهلا بيك ومذيعات إكسترا نيوز اللي عاملين شغل حلو قوي 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 سواء من العالمين او من الاستوديو. بشكرك يا فندم. خليني اتكلم مع حضرتك عن الفعاليات الفنيه اللي شاهدناها يمكن خلال عطله نهايه الاسبوع الماضي، او الفعاليات الاكثر الفنيه اللي هنشهدها خلال عطله الاسبوع القادم، خاصه ما يتعلق بمهرجان الدراما. طبعا انا سعيد جدا انه الدوره الثانيه من مهرجان الدراما بتتعمل بشكل استثنائي في العالمين، استغلال لنجاح مهرجان العالمين، وكمان استغلال لكم الجمهور والزخم والتجهيزات اللي موجودة هناك علشان نعمل مهرجان يضم عدد كبير جدا جدا من النجوم. شفنا الدورة الأولانية اللي اتعملت في قاعة المنارة، كان في مئات النجوم من نجوم السينما ونجوم التلفزيون القدر واللي كان ليهم مال او اللي كانوا جايين يفندوا ويدعموا المهرجان ونقابة المهن التمثيليه والشركة المنتدى والزمايل. السنه دي على ما اظن الدوره هتكون اكثر زخما، اكثر روعه، اكثر حضورا من النجوم. ده الاسبوع اللي جاي، وكمان على ما اظن كمان ده هو يوم الخميس، وفي بعدين تاني يوم في المغني الراب العالمي راس برضو على ما اظن المفروض على ما اظن 25 يوم 25. فاحنا مبدئيا كده عندنا زي ما قلت حضرتك ويك اند حافل الاسبوع اللي جاي. الويك اند ده كان عندنا حكيم، كان عندنا انغام، في فعاليات كتير بتتعمل. يمكن انا بالنسبه لي بعيدا عن روعة وجمال حكيم وانغام الاثنين اللي انا بحبهم جدا، لكن كمان انا بالنسبه لي كان اهم حاجه كان فعاليات الشارع، فعاليات اللي وسط الجمهور ووسط الناس العاديه، مسرح الشارع ده. فكره نقل البهجه للجمهور في كل مكان جوه العالمين، ده يمكن من اجمل الحاجات اللي حصلت وشفتها في المهرجان دوره الاولى. أستاذ مصطفى تحياتي لحضرتك، أنا ميرفت المليجي معاك من مدينة العالمين. يعني حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا، فكرة مسرح الشارع وأن البهجة تتنقل للمواطن العادي اللي ماشي في شوارع العالمين. حضرتك شايف يعني الاختلاف في هذا المهرجان عن أي مهرجان، مش هكلمك بس مهرجان محلي أو على أرض مصر، ولكن على مستوى كافة المهرجانات، يمكن نادرا لما بنشوف هذا التنوع، هذه البساطة والجودة في ذات الوقت، ان احنا بيكون في جودة ترفيهية عالية بتقدم للمواطن العادي بشكل كبير وكمان بشكل بسيط جدا زي ما حضرتك ذكرت. يعني فكرة عبقرية، فكرة مسرح الشارع. هو في حاجة مهمة جدا يا ميرفت، انه يا بختك طبعا انت وحبيبه انتوا قاعدين هناك وشايفين ده بعينيكوا فعليا. انتوا شفتوا حاجه مهمه جدا، محدش قليل اللي ياخد باله منها. اولا احنا الحفلات بتكون بتذاكر، الحفلات اللي هي بتتعمل بتاعه كبار النجوم الميجا ستارز اللي كانوا موجودين طول فتره مهرجان العالمين الفتره اللي فاتت دي، لكن مسرح الشارع ده مجاني، بهجة بتتزرع وسط الناس، بيشوفوها العائلات والأطفال، بيستوعبوا قد إيه البلد دي فيها فنانين وفيها مبدعين. مش لازم يكون كمان المبدعين لازم يكونوا كبار النجوم اللي موجودين في الحفلات الضخمة بتاعت بالليل، لا، كمان في مبدعين في كل الفنون موجودين قدامهم. وعلى ما اظن في بدات تتحط من دلوقتي خريطه الفعاليات الدوره الثانيه من مهرجان العالمين، واللي هيضاف فيها فعاليات اكثر، وجزء كبير منها قد يكون مرتبط بفعاليات الشارع. انه انت هتيجي العالمين، انت العالمين مفتوحه لكل الناس، ودي رساله مهمه جدا.
العالمين، مش كل حاجه فيها غاليه وبفلوس جامده جدا زي ما بيتقال على السوشيال ميديا. لا، ده في ناس عاديه تقدر تدخل، وفي شواطئ عامه تقدر بالظبط، فانت تقدر تدخل كمان لما تيجي العالمين ببلاش وتدخل شاطئ عام كمان، تقدر كمان تتفرج وتنبسط وتستمتع بفرق رقص شعبي، بفرق مزيكا، بفرق آلات نفخ، بكل اللي انت عايزه هتلاقيه موجود جوه العالمين. ومن صحيح، ويمكن استاذ مصطفى انا هنقل لحضرتك حاجه انا لمستها والتقيت معاهم بشكل كبير. مدينة العالمين تحولت لوجهة ترفيهية للعاملين على طول الساحل الشمالي. يعني أنا قابلت أطباء وممرضين من مستشفيات اللي موجودة على طول الساحل الشمالي، في وقت الراحة بتاعتهم بيجوا مدينة العالمين يعني يستمتعوا وياخدوا طاقة ويرجعوا يكملوا شغلهم تاني. شفنا عاملين كتير جدا في أماكن متعددة على طول الساحل الشمالي، مش بس في مدينة العالمين، واخدين البريك بتاعهم أو الاستراحة الخاصة بيهم وجايين يستمتعوا بمسرح الشارع والأجواء اللي موجودة في مدينة العالمين وراجعين شغلهم تاني. يعني قد إيه المصريين شافوا إنهم ممكن يجوا هذا المكان وياخدوا منه طاقة إيجابية تخليهم يقدروا يكملوا. ده يدل كمان إنه هو مفتوح لأي حد أنت معدي عايز تغير جو، عايز تغير مود، مش لازم تكون حد جاي صيف مخصوص، لا أنت كمان بتبقى على بعد خطوات منك كعمل بتيجي تستمتع بيها بشكل كبير. دي كانت حاجة يعني لفتت نظري جدا ان الناس جايه تاخد استراحتها هنا وترجع. خليني نروح لحبيبه والاكيد عندها سؤال لحضرتك برضو وهي معانا من الممشى السياحي. حبيبه اتفضلي. طبعا في البداية برحب بحضرتك أستاذ مصطفى النقد الكبير معنا في برنامج العالم على مين على شاشة إكسترا نيوز. لو تسمح لي يعني أسأل حضرتك، بما أني في الممشى السياحي وأمامي يعني على بعد أمتار قليلة مسرح الشارع، مسرح الشارع طبعا أول مرة بيقام في مصر في مدينة العالمين الجديدة، إزاي نقدر ننقل الفكرة زي مسرح الشارع يبقى موجود في أماكن أخرى عديدة، ما يبقاش موجود فقط في مدينة العالمين الجديدة؟ هو احنا هو اتنقل فعليا، يعني من بعد ما بدأ في العالمين الجديدة هو اتنقل فعليا. احنا شفنا الاسبوع اللي فات مهرجان المانجا في الاسماعيلية، فرق نزلت الشارع من بعد ما المحافظات شافت اللي حاصل في العالمين، بدأت الفكرة تتنقل بسرعة شديدة جدا وتحركوا، وبدأت في فعاليات في الشارع بتتعمل. مهرجان المانجا في سوق نفس الحدوتة، فعاليات برضو في الشارع وفرق بتنزل الشارع. احنا زمان كنا بنشوف فرق الفنون الشعبية بوقت مهرجان الإسماعيلية، الفنون الشعبية كانت بتنزل في الشارع من غير مسرح من غير حاجة كده، وتنزل تعرض في مدينة الإسماعيلية، شارع مدينة الإسماعيلية الجميلة والرائعة. نعم. احنا افتقدنا ده لحد ما رجع لنا تاني مسرح الشارع في العالمين. وعلى ما اظن انه وانا قلت الكلام ده قبل كده من ساعه ما بدات اشوف مسرح الشارع، انه دي هيفتح الباب قدام فرق الثقافه الجماهيريه، فرقه النيل، الالات الشعبيه طبعا، فرق بتاعه البيت الفني للفنون الشعبيه والاستعراضيه. دي خطوه مهمه جدا طبعا استاذ مصطفى. يمكن كمان من اهم النقاط اللي حضرتك تفضلت بذكرها فكره انه مجاني للموجودين، وهي دي فكره التنوع. لازم نركز على ده الفعاليات بالظبط، لازم نركز على ده، انه انت العالمين مش هو طبعا فيها جزء طبعا للاثرياء، لان ده جزء من التسويق، لان في الاخر مدينه سياحيه. يعني انت النهارده زمايلنا اللي بيروحوا مهرجان كان بيدفع في اي مكان سياحي تاني، حتى في اوروبا نفسها وفرنسا نفسها بيدفع مثلا $100 في الغرفه الفندقيه، في مهرجان وقت مهرجان كان بيدفع 300 و400 دولار. نعم. فالحدوته انه في جزء كده، لكن كمان في جزء مختلف تماما والحقيقه يعني ماديا حقيقة. لكن مش مختلف في المتعه. صحيح، ويمكن دي النقطة المهمة جدا أستاذ مصطفى، يمكن أكدنا عليها منذ بداية مهرجان العالمين الجديدة، إن المهرجان يعني لكل الفئات ومفتوح لكل الناس، أي حد عايز يخش مدينة العالمين يستمتع باللي بيحصل جواها من خلال مهرجان العالمين الجديدة، أو حتى يدخل يتمشى على الممشى أو يتابع الفعاليات اللي بتحصل. الحقيقة إن كل ده متاح. أنا بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. الناقد الفني الأستاذ مصطفى كيلاني كنت ضيفنا عبر الهاتف.